سلمى، اليوم يمكن الناحية الطبية عم تحتل جانب كتير كبير من حلقتنا نتيجة حاجتنا إلى والأسئلة والاستفسارات الكتيرة. طبعا سلمى كتير بنسمع نحن عن سوء الامتصاص بشكل كتير كبير وبأعمار مختلفة، أما شو هي الأسباب، شو هي الأعراض وكيف طرق العلاج، في هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع دكتور نذير إبراهيم اختصاصي هضمي، أكيد رح نعرف معلومات أوفى عن هذا المرض. صباح الخير دكتور. يا صباح النور، شكرا لكم، شكرا لاختيار الموضوع. يسعد صباحك دكتور. يعني ما بعرف اذا فينا نوصف هذا المرض حاليا بالمرض العصر او المرض الشائع، يعني زمان ما كنا كثير نسمع عنه بشكل كثير كبير، هلا صرنا عم نسمع كثير عن انه سوء امتصاص او انا ما فيني اكل كل انواع الاكل. خلينا بالبدايه نشرح شو يعني سوء الامتصاص. طبعا سوء الامتصاص هو في عندنا ماده موجوده ببعض الاغذيه بالذات القمح اسمها الجلوتين، هلا حتى ما جلوتين حتى بالانجليزي من الجلو يعني اللاصق، هو ماده لاصقه. هذه الماده بتاثر على عند بعض الناس على الامعاء فبتؤدي الى اذيتها، ولما بتتاذى هذه الامعاء غير قادره على امتصاص المواد الغذائيه، المفترض ان هي الامعاء هي بتقوم بامتصاصها. طبعا مع تبعات مناعية بنسميها وتظاهرات مناعية أخرى، فهي القصة مادة محسسة موجودة بالقمح اسمها الجلوتين عند بعض الناس بتعمل أذية بالأمعاء. هلا سؤالك على إنه هل هو شائع أم لا، وكمان النقطة اللي حكيتيها كأنك عم تحكي العلم بالذات، إنه يعني بمعنى نحن لاحظنا بالسنوات الأخيرة إنه هذا المرض أكثر شيوعاً بكثير مما كان يعتقد. صحيح. كان يعتقد إنه هذا مرض خاص بالأوروبيين، يعني فنلندا أكبر رقم بالعالم بسوء امتصاص، النرويج، السويد، لكن الآن مع تقدم مع تقدم التكنولوجيا اكتشاف المرض، وبيجوز لأنه انتشار الأكل اللي يحتوي على القمح بشكل هائل. طبعاً إحنا ما عم نحكي القمح بس، الخبز يعني صار كل شيء، يعني ستك وستي كانوا يقلوا الدجاجة، هلا بيحطوا لها شوية بيسوا سكالو، هذا بيضيف عامل للتحسس. تمام، إضافة لأنه تقنية الكشف عن المرض أصبحت أسهل، لذلك هلا بقول الرقم العالمي المتفق عليه حوالي 1.5% من سكان العالم عندهم، يعني في بعض البلدان توصل 2.5-3% من سكانها، يعني رقم مهول، رقم مهول لإصابة. هلا انا ما بحب التسميات يعني هيك تبع الفنيه هي الاكثر، يعني يفتشلون يعني، لكن هو مرض شائع. هو مرض شائع ومرض يزداد، ما يزال يعتقد بانه قليل في افريقيا، ولكن قد يكون لنفس السبب، لسه ما وصلت الاغذيه بالطريقه الجديده، ولسه ما وصلت التكنولوجيا الكامله او توفرها لكل المخابر لحتى تعمل تحاليل كشف عن هذا المرض. دكتور، يمكن بعض الحالات بنشوف انه الشخص عم ياكل بس ما عم يسمن، الطفل الام عم تهتم بتغذيته بشكل كامل، كمان ما في زياده وزن ابدا. البعض الاخر كمان دكتور ممكن نسمع انه بياكل من هون مثل ما بنقول بيستفرغ من هون، فخلينا نحكي عن ابرز الاعراض اللي ممكن هي توجهنا للمخبر لحتى نعمل هذا التحليل. هلا انا اول شيء بدي اعاكس الدارج، يعني هو الصوره النمطيه لسوء الامتصاص انه واحد نحيف عنده اسهال بياكل ما بيسمن وعنده اعراض هضميه، ليست كل الحالات بهذا الطريق. يعني اعطي مثال بسيط، في ناس عندهم امساك بشكل 20% من مرضى، يعني من كم يوم كان عندي مريضه بدي ازور انه يعني انا ما عندي سوء امتصاص، ليش عم تطلب لي؟ لانه انا معي امساك، انك بصير اسهال. هذه الصوره الخاطئه عن المرض، طبعا الاسهال اكثر شيوعا، حوالي 23% من مرضى عندهم اسهال، لكن الباقي ما ضل يكون عندهم اسهال، البعض عندهم امساك. اذا الصوره الاساسيه هو انه في اذيه تتظاهر باعراض تبدا من الهضم وتنتقل الى الناحيه العصبيه. يعني اعراضها، وهذا بدي استغل برنامجكم اليوم لاحكي فيه الحقيقه، الاعراض تبع سوء الامتصاص اكثر بكثير من هذه الصوره النمطيه. انه والله صحته منيحه مبينه عليه، طوله منيح، مو ضروري، هذا مو ضروري. ولكن اعطي مثال، عند الصبايا اللي ما، وحتى عند الرجال اللي ما عندهم انجاب، يعني عدم القدره على الانجاب، قد تكون وراها سوء امتصاص. اعراض تشنج الكولون اللي هي اكثر شيوعا، يعني اكثر عالم بيراجعونا بالعيادات الهضميه وين ما كنا، هي تشنج الكولون. جزء من مرضى تشنج الكولون عندهم سوء امتصاص، ولذلك ينصح عند البعض من هؤلاء اللي عندهم بعض المواصفات انه يجب ان يجرى لهم في مره واحده على الاقل اختبار التحري عن سوء الامتصاص. ف
طبعا في بعض الامراض العصبيه وهي نادره. الشغله الثانيه بدي احكي انه هو له مرحلتين يكشف فيها. المرحله الاولى هي بالطفوله والاطفال بينصابوا اكثر من الكبار بضعفين. ومرحلة الثانية وهي للمشاهدين بشكل أساسي أنه والله أنا عمري 50-60 سنة والدكتور يقول لي لا لو معي صمصاص ما بيّن بالصغار. معظم الحالات يعني الذروة الثانية اللي بتشفى بالمرض هي بال50-60 سنة وبالتالي صار عمري 50 سنة ما عندي صمصاص. هذه قاعدة خاطئة. خلينا نروح على أول شيء نقول الأفكار التي شاعت وأصبحت وكأنها مسلمات. هذه المسلمات العلم يقول بغير ذلك. صحيح. ولذلك هلا طبعا مين بيصاب اكثر؟ ستات لما الرجال. من كل 5 مصابين 3 منهم اناث واثنين رجال، يعني 1.5 ضعف. صحيح يعني يعني اكثر. هي محظوظين فيها اكثر من عنا. شو محظوظين؟ اليوم لكل الامراض اكثر. كل الامراض شايفه السيدات. هلا البعض مبسوطين انه ما بيسمنوا فيها، بتعرفي شلون؟ بس هلا يعني هذا قاعده. دكتور يعني انت اليوم عم تحكي عن شيء يمكن اول مره مثل ما قلنا يطلع اليوم، اللي هي التفسيرات لحاله سوء الامتصاص. والسؤال اللي كان بدي اسالك اياه انه باي عمر ممكن ينصاب؟ انت قلت ما شرط انه يكون صغير، ممكن كبير، ممكن. طب هل هو فعلا بينصاب على كبر ولا بيكون عنده موجود بس ما في تحري عن الموضوع؟ هلا هذا السؤال صعب الاجابه عليه يعني بشكل مؤكد. ليش صعب الاجابه؟ انه يا ترى اذا كشفناه بال50-60 سنة بنرجع لسجله من 50 سنة، هذا صعب. دوكيومنتيشن تبعه صعب كثير. لكن نحن من خلال يعني كل دراسات العالم بتقول في مرحلتين، اكثر مرحلتين بنشخص فيهم سوء الامتصاص. مرحلة الطفولة هي الأكثر، ثم مرحلة بين 50-60. وبالتالي بيناتهم بأي عمر، يعني أنا بيعطي شغلة كتير مهمة وهي فيها شوية تروما. ممكن كنت راجع من بريطانيا جديد وبعدين دخل شيء اسمه تنظير أعمال دقيقة، دخلناه نحن بسوريا، دخلناه قبل كل الوطن العربي. فمنظار بنفوت فيها الأعمال الدقيقة، وأول كم حالة سويتها لهذا أتذكر، ما رح أذكر الاسم، لكن اسمه الأول جهينة من السويدة، كان عمرها 27 سنة وعندها سوء امتصاص. لما نظرت لقيت عندها ورم وتوفيت خلال أشهر، صار عندي أنه هناك مهمة كبيرة جدا، وتكررت حالات عديدة مثل بعدين، أن هناك نقص كبير كبير جدا في الشرح عن هذا المرض ببلدنا، ولا يوجد جمعيات مهمة تبنت الشرح للمرضى. طبعا لا، برنامج مثل برنامجكم ممكن يلقي الضوء، ولكن احنا بدنا نحكي يعني بواقعيا، يعني بيشوفوا كم مشاهد بيرسخ عند. لكن بدول العالم جمعيات لسوء الامتصاص، نوادي لسوء الامتصاص. صحيح. مواقع الكترونيه لسوء الامتصاص، مطاعم خاصه فيهم كمان. بتروحي على السوبر ماركت مكتوب هذا السكشن كله لمرضى سوء الامتصاص. بدك تاكل شوكولاته لسوء امتصاص، فيه سكاكر لسوء امتصاص. نحن حتى الان بيعانوا بايجاد كثير من الاطعمه. هلا اذا انتم يعني، وانا الحقيقه يعني فتره من الفترات كنت رئيس جامعه امراض الهضم يعني، وكان لكن اجت الاحداث، كنا عاملين انه بدنا نعمل هذه الحركه بسوريا مثل ما عملنا بالكبد الحقيقه، وارتفع مستوى الفهم للكبد وتوعيه الكبد، وبعدين عملنا تعليمات للكبد، والحقيقه صار مستوى الوعي اعلى بكثير من مقارنه ب 20 سنه الماضي. أنا أعتقد أن هذا المرض يستحق اهتمام، واهتمام من أكبر مسؤولين اللي بيهتموا بالمسائل غير السياسية المباشرة، أنه يدعموا جمعيات تأخذ هذا المنحة، يكون فيها إعلاميين، يكون فيها أطباء، يكون فيها معنيين بنشر الوعي الصحي، وأيضاً رجال أعمال لتقديم المساعدة، مو مساعدة يعني، يعني عمل بزنس بس بتنتج لهدول الناس اللي نحن خلينا نقول 1% من شعبنا. نفترض نحن ما عندنا إحصاء، مشان سوريا ما عندنا إحصاء، بس خلينا نقول نحن مثلنا مثل دول الشرق الأوسط الأخرى، حوالي 1% من. طيب نحن عندنا على الأقل 200,000 شخص مصاب. 200,000 شخص مصاب ما في ياكل خبز، بدك تلاقي له يا درى يا رز يعمل منه خبز، بدك كل ما في ياكل جاتو، ما في يعني كل الممنوعات تبع سوء الامتصاص. مين بده ينتج البدائل لها؟ هذول يستحقون. وانا اعتقد يعني في كثير جمعيات، وحتى يعني من راس الهرم في بعض يعني المسائل الانسانيه، مثل ما بنعتني بالورده الدمشقيه، مثل ما بنعتني، وشيء حلو جميل ان ننشئ مجموعه ما، حضراتكم يعني كإعلاميين جزء أساسي منا لنشر هذه الثقافة وجذب رجال الأعمال الاستثمار بهذه المسألة لتأمين الخدمة لهؤلاء المرضى. صحيح. يلي
أنا أعتقد أننا ما نزال مقصرين تجاههم. وأنا عم أحكي وأنا يعني أخذت مواقع عديدة سواء بالتعليم أو بالجمعيات العلمية ولكن لم ننجز ذلك، فليجب أن يعني أن نكون يعني أن نقر بأننا ما نزال مقصرين في هذا الجانب. وإذا أحد المسائل دفعتني كثير للاهتمام بالجي اللي عندكم أنكم اخترتوا هذا الموضوع اللي بشوفه أنه هو موضوع جدا مهم، جدا جدا مهم. وأنا عم أحكي بشكل غير يعني غير صح. تقليدي، لأنه فعلا هذه القضية يجب أن تخرج عن إطار فقط لقاء طبي، لنقول يا ترى شو فينا نعمل للبلد أيضا طبعاً. على هامش لقائنا اللي بيهم المرضى طبعا. دكتور، السؤال يمكن الشائع، هل هناك يمكن استعداد جيني للإصابة بهذا المرض؟ هل هو وراثي أو نتيجة طريقة تغذية ممكن تكون الخاطئة أو شو السبب دكتور؟ ثلاث نقاط، واضح انك قاري على الموضوع منيح حتى حضرتي السؤال. لانه مثلا عم نحكي على انه الاستعداد للطعام، كان يقولوا انه او في مقالات عديده بتقول انه البدء بالقمح عند الطفل الرضيع قبل 4 أشهر قد يزيد نسبه حدوثه امتصاص لاحقا. لذلك معظم جمعيات العلميه بالعالم الان بتوصي بانه عدم البدء بالقمح الا بعد 4 أشهر من عمر الطفل الرضيع. عم نحكي طبعا يعني الدليل فيها ما بدي اقول يعني 100% مثبت، ولكن يبدو انه يزيد عنده. هاي النقطة اللي هو يا ترى هل هناك ادخال القمح باكرا في التغذية قبل يعني اكتمال استعداد الامعاء لتقبله. المسألة الثانية هو الاستعداد الجيني. هلا تقريبا 80 اكثر من 98% من مرضى سوء امتصاص عندهم نمط جيني محدد، نمط نسيجي جيني بنسميه HLA، نوع محدد. ولكن بالمقابل 40% من سكان أوروبا عندهم نفس النمط الجيني و1.5% منهم بينصابوا. فبالتالي الاستعداد الجيني مؤكد. ثلاثة، الوراثي. لا يوجد شيء اسمه دليل وراثي، ولكن ماذا يوجد؟ إذا عندي توأم فغالبيا إذا واحد منهم مصاب الثاني مصاب، نعم، بنسبة عالية فوق 70% 80%. إذا في حدا مصاب بالعائلة، الأخ والابن والأب يعني الفيرست ديجري بنسميهم الأقرباء الدرجة الأولى، تزداد عندهم نسبة الإصابة عدة أضعاف عن النسبة الموجودة في المجتمع. إذن كأنه هناك بيئة واستعداد وراثي. وبالتالي يعني كتير مهم، هي نقطة مهمة أيضا، إذا عندك مريض بالعائلة عنده سوء امتصاص وآخر عنده أعراض غير مفسرة، إمساك، تعب، اللي هو التعب كتير علامة مهمة، مثل ما قلنا بسن الإنجاب وما في عنا قدرة على الإنجاب، في عنا أعراض هضمية ما أنا مفسرة، في عنا آلام بطنية ما أنا مفسرة، يجب أن يتم التحري، لأنه في واحد من أعضاء من أبناء العائلة ما عنده سوء امتصاص، وبالتالي يزداد هذه النسبة. وكل شيء ما ساوي شو هو تشخيصه شلون؟ تحليل دم، وإذا هذا التحليل أعطى مؤشر بنروح على التنظير مع خزعة أمعاء. هلا الإجراء الثالث بيساوي برا نحن ما بنساويه، اللي هو الفحص الجيني الـ HLA. يعني أنا إلي بالمهنة بالبلد أكثر من 40 عاما عمرنا ما عملنا HLA لمرضى سوء امتصاص للتشخيص، لأنه الأدوات الأخرى بالكلفة الأقل وتؤكد الإصابة إلى حد كبير. هلا بالحالات اللي هي بنسميها رمادية كثير كثير ممكن تضطر تستخدم الآلية الثالثة التي أنا بقول يعني لن نضطر لاستخدامها إلا ما ندر. أكيد أندر من النادر. طيب دكتور، يعني وأنت عم تحكي لنا أحد الأمثلة كنت عم تقول صبية عمرها 27 سنة وخلال التنظير اكتشفت أنه عندها ورم وعندها سوء امتصاص. هذا الشيء بيخلينا نسأل، هل في أمراض معينة ممكن تؤدي لسوء الامتصاص، أو أنه سوء الامتصاص ممكن أنه أيضا يخلي الشخص ينصاب بأمراض معينة؟ سوء الامتصاص أنا شو بيجيني هلا مثل صبايا بقول أخي أنا متحملة فار حديد، باخذ حديد، عندي ناقص فيتامين دال، بس جسمي بضل نحيف ما بسمم قد ما أكلت. المشكلة مو هون. سوء الامتصاص ليس فقط بأنه أنت ما بيزيد وزنك أو بصير عندك نقص بعناصر غذائية وتعويضها، هو يزيد نسبة السرطان عند الإنسان. هلا المشهورة هي اللمفوما، مرض اسمه اللمفوما، لمفوما الأمعاء تحديدا. لكن اللي هلا متفق عليه واللي مشاهد مثل الحاله اللي حكيت عليها، هي ما كان عندها لنفوما تلك الصبيه من السويد، كان عندها ادينوكارسينوما، يعني ورم، اي ورم اخر غدي اخر موجود بالجسم. تزداد اورام المري، تزداد اورام الامعاء، وحتى اورام الكولون، ويزداد حتى اورام البنكرياس عند مرضى سوء الامتصاص. بعض هذه الاجهزه تصاب 13 مره
خطر الإصابة فيها أكثر من الإنسان العادي عند مريض أمراض الصحة. زي شو بقول لما بقول إنه يا طبعا ليش عم بقول سيدتي، إنه إحنا بنشوف كتير أكثر السيدات لكن بصيب الرجال والناس، إنه الالتصاق بالحمية ليس فقط لا يخفف لك أعراضك وإنما لا يحميكي من complication من اختلاطات أخرى تصل إلى حد الإصابة بالأورام أكثر من الآخرين، وبالتالي سوء الامتصاص هو سبب. هلا هل يترافق مع أمراض أخرى؟ نعم، باعتبار له آلية مناعية ما، فمعظم الأمراض المناعية يعني التهاب الدرق المناعي، التهاب الكبد المناعي ممكن يكون، وهذا بالسياق لما بنحكي على الكبد باعتبار دوما معظم مقاباتي بحكي كبد، اليوم بنحكي سوء امتصاص. 20% من المرضى بيجوا عندهم اضطراب بوظائف الكبد مجهول السبب، وبيعملوا الدكاترة كل التحاليل تبع التهابات الكبد إلى آخره بيطلع سلبي. كل مريض عنده، طبعا هذا الحديث قد يكون موجه مو بس كمان القطاع الطبي، ان اضطراب وظائف الكبد غير المعلل يجب ان يتم التحري عن سوء الامتصاص عند ذلك المريض، لانه قد تكون فرصه لاكتشاف المرض عنده، وبمجرد يعني الالتزام بالحميه تتراجع هذه الوظائف وتعود الى الطبيعي في معظم الحالات. دكتور بسؤال اخير وسريع اذا بدنا نقول، بدنا نطمن اول شيء مرضى سوء الامتصاص، هل يمكن الشفاء بشكل كامل من سوء الامتصاص؟ وشو هي الحميه اللي بتنصح فيها دكتور، وهي الحميه الصحيه اللي بيتبعوها؟ في ادويه كمان مرافقه لهي الحميه او لا؟ هلا الادويه هي الخيار الاخير والذي نادر ان نستخدمه الا تعويض العناصر الناقصه، يعني سوء امتصاص واحد ما يمتص حديد تعطيه حديد، عنده نقص فيتامين د تعطيه فيتامين د، يعني منعوض اللي ما تم امتصاصه. لكن الحل الاساسي هو بالحميه عن المادة اسمها الجلوتين، موجودة بالقمح، موجودة بالشعير، وموجودة بأشكال أخرى بتحضيرنا ما بنعرفها، يعني هذا اللي عم أقوله على الجمعيات تحكي. لكن إذا بدي أقول ما في قمح، أي شيء في يعني البرغل ماشي، حنطة ماشي، كيك ماشي، جاتو ماشي، كعك ماشي، هذا كله ممنوع. شو بدنا نستبدله؟ السؤال دغري. طبعا احنا عندنا شعبنا يعني متعود على الخبز. الخبز أن تكون من الرز او من الذره، والذره الصافيه، مو الذره اللي منضاف لها نشا قمح، ولا الذره اللي منضاف لها عوامل اخرى ملوثه بمواد قمحيه ابدا. هذا والحقيقه كثير من المرضى، هلا في شركات عملته، وهي كمان بتوجه للشركات ما بدي اسميها، كان النتاج جميل وكان النتاج مقبول، بس معظم المرضى عم تشكي انه يعني ما هو طيب النتاج. خلينا نعتني بالمرضى اذا بدنا نعطيهم، ومشكوره الشركه اللي حياتها بتعمل منتجات خبز والى اخره، لكن يعني اعتقد تحسين الطعم لا يحتاج الى عبقريه، هناك يحتاج الى اهتمام، لانه هذول المرضى بدهم يعيشوا كل عمرهم بحميه مدى الحياه من القمح والشعير، واحيانا الشوفان يعني اقل احتواء على الجلوتين. طبعا هلا بيقول لي واحد الفريكة نفس الشيء، الحنطه شو نفس الشيء، يعني هذا يجب ان نفكر بعقل انه الماده الاساسيه القمح تحوي جلوتين، والشعير يحتوي قمح، وكمان بعض الحبوب الاخرى تحوي قمح. اما الدواء بحالات كثير معنده، مشان ما نقول الدواء هو اعاضه، لكن المراقبه يجب مريض سوء الامتصاص يراقب نفسه دائما، انه والله شخصنا وقلنا لك حميه، الحميه ما بصير تروح وتغيب، لانه لازم ينفحص كل فتره صار ضخامه عقد الليمفاويه مشان نكشف الاورام الليمفاويه ببدايتها، وهذا كله بيتعالج ولكن التشخيص، وهي النقطه الثانيه، سوء التشخيص، تخيلي تحمري واحد الاكل كل العمر بناء على تشخيص غير مؤكد، يجب ان يكون هناك يعني جدا دقة جزم بالموضوع، جدا تعمل كل التحاليل والخزعات اللي تؤكد، لانه له درجات، ما بدي احكي بالمواد العلميه، ما لنا عم نحكي بمؤتمر علمي، لكن بالعالم كله ولا اخر تقريبا امريكا، انه التشخيص السيء لسوء الامتصاص قد يحرم عالم من حياه فيها اكل طبيعي، فقط لانه ما بذلنا جهد اضافي لنتاكد تماما، لانه مو كل شيء بيعمل. أنا بدي أشرح بس شغلة صغيرة لو دقيقة. تفضل. الأمعاء لما بناخذ منها خزعة، مثل عندنا وبرات تبع السجاد العجمي طويلة، هي هيك الأمعاء الطبيعية. اللي عنده سوء امتصاص بتتسطح بتغيب، يعني معنا ما عن مثل السجاد هذا الصناعي اللي ما له وبر. بس هذا غياب هذه الزغابات بنسميها هو وصفي بسوء امتصاص، ولكنه ليس حصري، يعني في أمراض أخرى ممكن تساوي غياب لهذه الزغابات، فمو كل غياب للزغابات هو سوء امتصاص. ولذلك بتمنى
قبل ما نحط المريض نتأكد مرة وتنتين، والمريض اللي بتشخص ما تروح وما ترجع لعن طبيبك أبدا، لأنه هناك متابعات أخرى طبعا. من فترة إلى أخرى لمراقبة الاختلاطات وتعويض النقص، ثلاثة لنشوف إذا العلاج، أنه مو كل العالم بيستجيب ولكن معظمهم بيستجيب. أكيد. كل الشكر لك دكتور، وفعلا يمكن بغيب عن ذهننا ببعض الأحيان خطورة هذا المرض وقد الحمية ضرورية بتكون كمان مدى الحياة سلمى. وبنشكرك كثير دكتور، وبنتمنى يوصل صوتك بخصوص الجمعيات والاهتمام بشكل كثير كبير بمرضى سوء الامتصاص. خلينا ما بس نحكي فيه متمنى أنا وياك، خلينا نقول نلاقي في طريقة للتفعيل، واللي لهم أصحاب قرار وعلاقات يجب أن يتم هذا بسوريا. ما بصير يكون في عنا جمعيات لشلل دماغي، في عنا جمعيات لمرض الداون، في عنا يعني في عنا عدة، وهذا يعني عملنا فيه شيء حلو. والسكري أنا أعتقد سوء الامتصاص إن شاء الله، إن شاء الله قريبا نشهد هذا الشيء. نحن جاهزون دوما. شكرا لكم. شكرا لك.